كيف بتعملوا هالشي فيني؟ كيف قدرتوا تضحكوا علي كل هالسنين؟ فاطمة اللي قالت لك ما هيك؟ مين ما كان قايل لي انت شو بهمك؟ انت عيشتيني احقر كذبة، وعينك عينك كنتوا تلعبوا فيني وجبرتيني اقول لك امي. احكي انت ليش هيك عملتي فيني؟ ليش؟ أمي هي أنا. شو عم يعملوا؟ غانم أغا وخالي بهي برا القصر، وستي لورين قاعدة بأوضتها، يعني ما في حدا أبدا. يلا هلأ صار فينا نطلع، خلينا نهرب من هالقصر بسرعة. لما كنت حامل كنا أنا وغانم متزعلين ونزلت الولد اللي بطني. انت كنت لسه ببطن فاطمة لما المسكين اتشردت. انا وعم ببكي على ابني، فاطمة كانت عم تفكر شو بدها تساوي فيك. ما قدرت احكي انه الولد اللي ببطني نزل، لو اني حكيت غانم اغا كان رح يجيب علي ضرة. ما اخذتيني وعملتيني ابنك. أنا مو بس أخذتك، أنا أنقذتك وأنقذت أمك اللي اسمها فاطمة. لو أني تأخرت 5 دقايق بس كانت فاطمة رح تنط على النهر. وأنا يا عدنان حبيتك وكأنك ابني ومن لحمي ودمي، كنت بغلاوة ابني اللي مات. بعمري ما فرقت بينك وبين نيفين، أنا وفاطمة ربيناك على الحلوة والمرة وبدموع عيوننا. بس أعطيتوني دنيا كلها كذب. لا تنكر الجميل أبداً، أنا أعطيتك قوة وحياة ناجحة، وإذا بتشتغل لآخر عمرك وحياتك مستحيل إنك تحصل عليها. أنت صرت آغا، سويتي كل هالشي كرمالك انتي مو كرمالي. لا تقولي لي انك فكرتي فيني. قلتي لحالك انا رح صير ام الاغا، وبهالطريقه بتضلي عايشه مع غانم؟ ما بشو غلطت في حقك انا؟ هلا كل العشيره حايمه حواليك وبدها الرضا. رح ترفس كل هالنعم اللي صارت لك برجلك وبقف ايدك؟ طيب هلا اتركني من الاغاويه، رح تقول للعالم انك ابن الخدامه؟ رح تتخلى عن كل شي هيك بلحظه يا عدنان؟ وصلت لآخر المشوار يا خانم، وكل ألعيبك رح تنكشف هلأ. الكل رح يعرفوا قديش انت وحدة كذابة.
ملاك؟ وينو عزات؟ قلي لي هو كمان إجا معك؟ لا والله ما إجا معي. بنتي زمرد، أنت مع مين عم تحكي؟ قولي لي شوفي. لما شفت ملك هون فكرت إنه عزت كمان إجا معه. شفتيها لملك هون؟ إيه وينها؟ دخلت على أوضة عزت. ألو نعم ابني وينك أنت؟ سألت بالخان قالوا لي طلعت. كان عندي مشوار وراجع. طيب تعال فورا بدي أحكي معك بشغلة. تمام أنا كمان عندي حكي بدي أقول لك إياه. أنت شفتي حدا هون؟ زهرة كيف ما شفتيها؟ كانت جنبك هلأ، شفتها بعيوني داخلة على غرفة عزت. لا لا تواخذيني ستي، مستحيل يكون في حدا بالأوضة لأنه من شوي فتوا مسحت الغبرة. أنت شلون ما شفتيها؟ كانت واقفة معك وهلأ دخلت على الغرفة قدامي. لك لا تجننيني، أنا أكيد ما شفت خيال. ليش ما تكون مصدقيني؟ مرت عمي قلت لك إنها فاتت على غرفة عزت. معقول مالنا مصدقينك بنتي؟ لا أنا رح لاقيها. يلا تعي على غرفتك تمددي بتختك وارتاحي شوي. تعي يا بنتي تعي. مرت عمي والله المعلمة جوا. ايه بنتي انا مصدقتك بس تعي ارتاحي بغرفتك. يا خانم إن شاء الله ارتاح قلبك فاطمة. عدنان بالآخر عرف كل شيء ومشي الحال. بحلف لك والله العظيم ما كان بدي يصير هيك أبدا. لا تحلفي ولا تنطقي بولا كلمة. انتهينا خلص كل شيء انتهى. حضرتك ما عرفتي تحافظي على هالسر. عدنان راح ليشوف غانم آغا، راح لحتى يحكي كل الحقيقة. ولك ضيعتي عدنان وضيعتيني إلي كمان. لا آغا عدنان كرمان، أهلا وسهلا. شو هالوش اللي عليك؟ مين اللي زعجك اللي؟ اللي مشان حاسبه بطريقتي أنا. صدقني اللي بده يزعج آغا عائلة كرمان ولو بكلمة يعتبر إنه أمه ما ولدته. يمكن لما تشوف الهدية بتعدل مزاجك شوي. كان لي زمان موصي عليها بس ما خلصوها إلا من كم يوم. كيف شفتها؟ والله هاي القطعة بتليق بالأغا تبع عشيرتنا. ما كان في لزوم بابا. كيف يعني ما في لزوم؟ أنت ابني اللي ما عندي غيره. أنت ولي العهد لأسمنا ولورثتنا كمان. هاي الساعة شو إمتى؟ أنا روحي وعيوني فداك يا ابني. إيه هات احكي لي، شو كنت بدك تقلي؟